عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يقول التحدث في مجموعات الوافد اللي فيها أولاد وبنات لغرض التعلم والاستذكار، نقول هذا لا يجوز، هذا باب من أبواب الاختلاط، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. وكم بدأت هذه المجموعات بهذه الأغراض التي هي أغراض يراها بعض الناس أغراضا شريفة، ثم تحولت بعد ذلك إلى محادثات على الخاص، ثم لقاءات، ثم فعل فواحش عفنا الله وإياكم. والله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وابن القيم يقول إن الشيطان يدخل الإنسان من 99 بابا من أبواب الخير، منها هذه الأبواب عشان الله، لكن اللي احنا نقول نريد نسوي مجموعة جروب عشان نذاكر نتعلم إلى غير ذلك. وهي في الحقيقة أيها الحبيب الغالي كما قال الشاعر: لا يغرنك نعومة الأفعى فإن في أسنانها العطبة. فانتبه لهذا حفظك الله ورعاك. ومن تزيين الشيطان ليش ما تسويش مجموعة كلها تكون في ميلز مع بعض، ومجموعة تكون كلها ميلز مع بعض، مجموعة أولاد مع بعض ونذاكر. لكن أقول لك لا، لابد يكون معنا بنات عشان نشرح لهم ونساعدهم ونوقف معهم، دول زميلاتنا، دول أخواتنا إلى غير ذلك. فهذا كل أخ الحبيب لا يجوز، هذا تزيين من تزيين الشيطان. ثم يسأل السائل الكريم يقول حكم التحدث مع بنت الجار تعتبر مثل الأخت لقوة العلاقة بيننا؟ نقول هذا الكلام غير صحيح، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الله عز وجل لم يسميها أختك وهي ليست أختك، وكم من إنسان زعم أن بنت الجار هذه مثل أخته، ثم بعد ذلك عمل معها علاقة أو التقى بها في الغرف المغلقة أو التقى بها في الأماكن البعيدة إلى غير ذلك. والله عز وجل يقول ولا متخذي أخدان ولا متخذات أخدان. فنقول كل هذا أخ الحبيب من خطوات الشيطان وكله لا يجوز. والله عز وجل يقول فلا يخضع ولا يخضع بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فانصرف عن كل هذا يا وعاك الله، ولا تفتح على نفسك بابا من أبواب الشر لا تستطيع بعد ذلك أن تغلقه، فأنت في عافية وفي خير. صلى الله عليه وسلم.